هنشوف بقى شوط تاني شكلنا يعني من ناري جدا ما لم يحدث حاجة الآن. ميدو جابر وللمرة الثالثة وللمرة الرابعة وجول، وجوه جول صلاح محسن. ياه 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 يا. شوفوا المباراة اتقلبت في قد ايه، في تقريبا 40 ثانية، 40 ثانية. وادي بقى الاحتفال، صلاح محسن يجيب هدف التقدم لسيراميكا كيلوباترا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضايع. صلاح محسن يجيب الهدف الثاني لسيراميكا. انما جملة حلوة، ولسه كنت من شوية بقول لكم انا حاسس بالمجموعة اللي موجودة في الملعب، قلت لكم ميدو جابر وصلاح محسن ومحمد عنتر ومحمد ابراهيم الرباعي، عنده مهارات وعنده قدرات على التهديف. ادي ابو جبل طلع مره واتنين، لكن مش حكايه بقى يعني، ادي مره والتانيه، مره الاول اهي طلعها من ميدو جابر، والتانيه بالدبل كيك ده، والتالته بقى صلاح محسن يحطها في المرمى. يا على الجمله اللي يعني الهجمه اللي بتلات ارواح كده، ادي ميدو جابر الاول حطها في الزاويه القريبه، وادي المره التانيه على طول الدبل كيك، والمرة الثالثة بقى في المرمى عنتر، الأول ميدو جابر ثم عنتر ثم صلاح محسن. آدي هدفين لمحمد إبراهيم وصلاح محسن في الوقت بدل الضيع من المباراة عشان تبقى النتيجة 2-1.